بالنسبة لدلوقتي التكملة للباور، احنا بنركز مع في الباور شوية بطريقة أكتر، ما خلصناهوش كله بس خلصنا البيزكس بتاعته، يعني الحاجات اللي بنشتغل عليها وبنستخدم معلومات من مين وإيه نوع المعلومات اللي بتجيلنا وبتجيلنا في صورة إيه. خد بريف صغير كده عشان في ناس كانت جديدة معانا النهاردة، بريف خفيف كده عن الباور. احنا قلنا في الباور عشان نعمل ديزاين للباور سيستم، المفروض احنا دورنا فيه خدمي 100%، فبنستنى معلومات كتيرة من ناس تانية خارجية، هي دي اللي بتخليني اقدر اكمل. يعني المكان اللي احنا هنعمل فيه ديزاين، هنعمل فيه رنج في تكييف، هنركب فيه سكان، هنركب فيه هنركبه ده، انا مش عارف الحاجه دي هيبقى حملها قد ايه، مش انا اللي بحدده، اللي بيحدده المهندس المسؤول عن الموضوع ده، كان مهندس ميكانيكا او مهندس باك جراوند او مهندس معماري او ايا كان، هو اللي لو ليه طلبات سبيشال شويه هو اللي بيحددها لي. لان كان مثال المره اللي فاتت زي ايه، احنا مش هنعرف نحدده ولا حدده، هو لازم يدينا المعلومات دي، ولما يدينا المعلومه زي ما اتفقنا لازم يديني بطريقه تفهم، يديني معاها معلومتين الابلكيشن بتاعي حاجه هو عايز يغذيها، ثم اللود بتاعها قد ايه، باخد المعلومتين دول واتحرك بعضهم على اساسهم ان انا ابدا احط في المخرج ده عامل ازاي وعامل التغذيه وعامل ازاي وتفاصيله كلها عامله ازاي. احنا اتكلمنا على اللوكيشن واللود بس، لكن بعد كده الخطوه ان اللود ده لما يدوني كذا اعمل له سلك قد ايه وبريكر قد ايه وي وي، ده اللي هنتكلم فيه النهارده ان شاء الله. لكن هو اللي قلنا ان امبارح القصه بتاعت التغذيه بتاعت الاعمال اللي هي على هي مش احنا اللي جبناها، حاجه اللي قلنا الحاجه اللي احنا بنحددها بتاعه اللي هي الجنرال سوكت اللي موجوده سيرفيس المكان نفسه او بتغذي المكان من خدمات من مكنسه لحد معاه موبايل لحد معاه لابتوب يركبه، هو ده الحاجه اللي بنقدر احنا نعملها. وحطينا شويه جايد بس كده ليها، لو انت عندك سبيس عندك انت كانجينير تقدر تحط الانبوت بتاعك تحط في الاركان تحط في حتت تحس انها اكسسبل اللي موجود، وزي ما قلت لك انا ممكن احطه في وضعيه تحط في وضعيه ثانيه خالص وانا صح وانت صح مفيش حاجه بتقول كده. وكان في المواصفات شويه ريفرنس بس كده، انك لو في سبيس كده طويله او سبيس كبير ابعد 1.80 من الناحيه دي وبعد كده 3.60 ما بين الايه؟ المخرج والمخرج، دي جايد لكن مش الزاميه تماما يعني، وفي عدد كتير وانت ما بتشتغلش فيها بالحر، ما لو كوردر طويل 9 متر مش هنحط كوردر 3 متر للمخرج، ممكن نزود شويه المسافه. الموضوع ايه؟ مانج شويه في التسليم. ده الايه؟ اللي كنا اتكلمنا عن الباور. لسه هنتكلم تاني النهارده في الباور في الجزئيه بتاعت الاحمال بقى. وجدنا المخرج وجدنا الرود وجدنا الحمل، هنوصل له سلك قد ايه، هنوصل له سلك البريكر من اسوء قد ايه لحد ما نوصل اللوحه نفسها البانل والكاريت اللوحه نفسها. خلاص ده ان شاء الله بتاع اللي بعد النهارده. نفس الكلام اللي عملناه في الباور هنتكلمه في الوقت. احنا في الباور قلنا احنا عندنا عشان اشتغل محتاج ايه؟ محتاج 1 2 3 4، المعلومه لو متوفره عندي بعمل كذا، المعلومه لو مش متوفره عندي بعمل كذا. نفس الكلام هنقوله في ايه؟ بس الاناره بيختلف فيها شويه ان هي بتتحرك في شكلين. شق احنا هنتعامل معاه من خلال الكلام بتاعنا وهنشرح ونتحرك والكلام ده كله، وشق تاني هنتعامل من خلال البرنامج اللي هو الدايلكس. الدايلكس حاليا بقى يقوم بوظيفه كبيره جدا جدا عننا. هنقول لكم احنا لو هنشتغلها مانيوالي هنعملها ازاي، بس هدي فيها بريف مش هضيع فيها وقت بصراحه، لان احنا فعليا ما بنعملش الكلام ده خالص، مستحيل مش بتعمل القصه دي بالطريقه المانيوال والمعادله وتفضي وتطلع من الجداول وتعمل الكلام ده كله. عشان في الاخر تعمل ديزاين او لايك لاوضه واحده، ده عمرنا ما هنطبقه في ارض الواقع خالص، هتعمل نفس الكلام ده بكل الجوه هتاخد وقت رهيب. بحيث ان الدايركت تدخله الدور كله على بعضه، يعمل فيه فرش كله على بعضه، طلعه واحده. فالريزلت 100 مختلف. فاحنا فعليا ما بنشتغلش بيه، بس عشان تبقى انت زي ما اتفقت معاكم على طول البيزيكال اتفقنا مع بعضينا، تبقى عارف الطريقه السريعه او ما انصح الطريقه العمليه ازاي، ولسه عارف النظري عامل ازاي. ليه كده؟ اشتغلت بيه مش حاجه ترجع، بس يبقى عندك المعلومات. كل ده ايه؟ هنتكلم فيه دلوقتي. اللايتنج كلايتنج كونسبت، انت احنا محتاجين نعمل ايه في اللايتنج؟ احنا قلنا عندنا ودينا بريف عليها المره اللي فاتت، احنا عندنا مكانين بنعمل نشتغل فيهم اللايتنج، مكانين سميناه مع بعضينا فرونت اوف هاوس ومكان سميناه باك اوف هاوس، وبعد كده عرفنا يعني ايه فرونت اوف هاوس ويعني باك اوف هاوس. الفرونت اوف هاوس ده المكان اللي بيتواجد فيه الجست، بيتواجد فيه الناس اللي هم عايزين يخلوا المكان ده الديكور بتاعه عادي. زي لو انت في فندق منطقه الريسبشن، منطقه الجست روم، الممرات، الحته اللي الخارجيه. المنطقه الباك اوف هاوس في فندق خالص تعرفوها، حد الموظفين شغالين فيها، المكاتب بتاعتهم، المكاتب بتاعتهم، منطقه الكيتشن، منطقه اللاوندري بتاعتهم، المحطات الكهرباء، محطات الميكانيكا، دي بتقسمها باك اوف هاوس. دي كده احنا المسؤولين عن الديزاين. ليه مسؤولين عن الديزاين بتاعها؟ برضه عشان انت الهدف من الاماكن دي شغل، واحد شغال وبيشتغل في المكان، فانت عايز الافشنسي بتاعت الاناره كويسه عشان يعرف يشتغل، مش عايز الديكور بتاعها هو اللي ايه. منطقة الفرونت اوف هاوس هي اللي بيهتم بيها بشكل بيقوم بيها، بيقوم بيها المهندس المعماري، واللي بيقوم بيها مثال بسيط لو انا عملت التصميم بتاع المكان الكلام ده انا هشتغله لان انا نور مع حضرتك يا شباب 62 او يعني اليوم اللي عليه خالص نورته، هو مش عايز كده، هو عايز يظهر النار بتاعته بصوره ديكوريه.
عايز يلفت الانتباه بطريقه دكتوريه، فلا حد يلفت الكرة ده مين؟ هو يحط سموك، يحط ابديه، يحط اللي يحطه. اهم حاجه ان هو المكان، في ناس عايز مكان اضاءه خافته جدا جدا، مش عايز اضاءه عاليه، عايز اضاءه عاليه جدا جدا، عايز خافته، عايز يلفت الانتباه لحاجه معينه. المهم ايه اللي هو بيعمله؟ ان هو اللي بيعمل ايه؟ التصميم بتاع الاناره في منطقه الفندق حسب اللي هو عايزه. بس لما يعمل التصميم ده هو مطالب لما يخلصه يديني برده المعلومات ان انا اقدر اشتغل بعده عليه. وعمل التصميم لفرش الكشافات، ولو حب يعني ها يدي برده تاتش ثاني، هو عنده يعني تاتش ممكن يقول لك انا عايز انور المجموعه دي مع بعض والمجموعه دي مع بعض. ممكن المعلومه دي يعني مثلا عندك المنطقه اللي حطينا سبوتات دايمه دي، جينا في النص حطينا سبوتات ثانيه وعملت ده. انت بالنسبه لك لو نورته كله تحل الكلام ده كله يتشال على دايره واحده هتشيله. هو لا مش عايز كده، عايز المجموعه اللي قدام تتنور لوحدها والمجموعه اللي ورا دي تتنور لوحدها. ده احنا بنسميها سكيما، يعني ايه طريقه سويتش. يعني انا بحب انور دول مع بعض ودول مع بعض ودول مع بعض، مش تكنيكال في الموضوع. لو هو عمله لي مشكور، ما عملوش انا اعرف ابدا اشتغل باللودز واحد ليك انت التاتش شويه انك تخلي ايه تقسمها بنوع اللود، هتخلي نجف اكيد مش هنعمل نجف مع الاسبوتات، خلي لوحدها دي لوحدها. هتلاقي في بتنور وفي نجف افسد يعني وهكذا. لكن هو لو اداهولي كده ما اداهوليش احنا بنشتغل. بعد اتفاقنا في اللايتنج هنشتغل عليه، هنعمل تصميم اللايتنج حد الحمل بتاعه، وهنعمل اللايتنج كنترول بتاعه السويتش بتاعه ازاي نتحكم في الاضاءه ليها كذا طريقه وكذا كونسيبت. هنبدا الحاجات البيزكس وبعد كده الافكار الايه العامه اللي هي مختلفه كلها بتبقى عندك الايه البيزك للاضاءه. ففي اللايتنج خلاص احنا كده حددنا من بره كده اللايتنج بتعمل ازاي، وبعد كده حددنا احنا السكوب بتاعنا جواه وفي اي منطقه. نقدر نتكلم بقى في السكوب بتاعنا جوه اللايتنج نفسه. احنا عندنا ايه؟ عندنا منطقه الباكو فاوز اللي احنا هنشتغل عليها سبيسز وتبقى بقى مكاتب كيتشن محطه ايا كان الكلام ده كله. هبدا اخش اشتغل فين؟ في الحته دي. انا عشان ابدا اشتغل اللايتنج وابدا اشتغل في المنطقه دي واحدد انا هعمل ديزاين لايتنج ازاي؟ في جزء مع الوقت هطلعها من بره الاول عشان اقدر اتحرك واوصل للتارجت بتاعي. ايه التارجت بتاعي؟ انك عايز تبدا تشتغل واحد اثنين ثلاثه اربعه حدد عشان اوصل للتارجت دي واحدد عندي كام كشاف، ايه المعلومات اللي انا محتاجها؟ اول حاجه محتاجها لازم اعرفها شده الاضاءه المطلوبه للمكان ده قد ايه. عايز اوصل لشده الاضاءه للمكان ده. المكان ده شده الاضاءه دي حاجه بتحب تقياس بالطقس. اول ما بداوها الحاجه الرئيسيه حاجه اسمها كاندل، تعريف الكاندل ده او قياس الكاندل ان هي تحط شمعه عاديه وتقيس الاناره بعدها شده الاضاءه بعدها بنفس اللي هي تعريف الكاندل. هو بعد كده الكاندل طوروه لكس وطوروه لنيومن، يكون في ديسكربشن كتير جدا جدا في مجال الاناره دي كلها موجوده عندكم كديسكربشن والتعريف بتاعها. انا مش عارف دي معلومات موجوده معاك بس انا هقول لك احنا بنشتغل ونتحرك عليه ونهتم بيه. نهتم بيه اللي هي اللكس اللي الوحده او وحده القياس اللي احنا بنهتم بيها ونتحرك على اساسها، ودي مطلوبه في الكود ودي الارقام اللي بنتحرك او بناخد منها. احنا التارجت بتاعنا عايزين نحدد الاوضه دي يركب فيها كام كشاف. طب عشان يركب كام كشاف عشان يتارجت ايه؟ تارجت شده الاضاءه في المكان. احنا عاملين وحده الاضاءه عامله او انت الاضاءه اللي موجوده في المكان ده بتوصل لقيمه قد ايه؟ قيم. فاقول ان القيم دي باللكس. فاول تارجت دي انا عايز اوصل شده الضغط المطلوب كام؟ فبعملها منين؟ من المواصفات. المواصفات الفنيه في مواصفات بتاعه اناره هي هتلاقيش في اناره تروح تتكلم بتفاصيل دقيقه جدا جدا في الاناره. الاناره على فكره لو حد من جواه الموضوع ده عالم تاني خالص. في مكاتب في العالم ما بتعملش حاجه في الدنيا غير تصميم اناره بس. اكل عيش المكتب كله ما بيشتغلش حاجه خالص غير اناره بس. مصممين اناره بيقوموا ميكس ما بين كهرباء وما بين معماري. فوق بحور واسعه جدا وكبيره جدا يعني حتى لما تيجي تفتح اي باب اناره تلاقي دروب حجم كده مصنع واحد لان يعني فرايتس كتيره جدا وفيكس كتيره جدا وتفاصيل كتيره جدا. بس احنا ناخد ايه؟ بتبقى ايه؟ تخصصنا فيها. فاللاكس ليفل اللي بيتحدد ده بناء على المواصفات او السبيكس بتاعه الاناره دي موجوده في كل المصري وفي الام اس دي والمواصفات حاجه اسمها سي اي بي اس اس موجوده برضه المواصفه ديت. كل الحاجات دي بتحدد لي ودي كلهم زي بعض. ان مثلا لو انت هتشتغل في مكاتب المكاتب اللي لو انت بتشتغل في مكتب محتاج شده الاضاءه قد ايه؟ لو مكاتب اداريه وفيها كتابه و شده الاضاءه فيها حوالي 500 لكس. دي موجوده هنخش عليها دلوقتي. لو انت شغال مش عارف في ممر، لا الممر شده الاضاءه حوالي 100 لكس. عشان السنس احنا الكلام ده ايه 100 لكس وايه 500 لكس والكلام ده كله؟ انك لو قاعد في مكتب تبقى قاعد الاناره واضحه جدا جدا على سطح العمل. سطح العمل المقصود بيه كل مكان بيختلف عن التاني. لما نتكلم على سطح العمل في المكتب غير سطح العمل في المطبخ، غير سطح العمل في الممر، غير سطح العمل في مثلا لو انت عندك ميكانيكا روم. سطح العمل في المكتب المقصود بيه ارتفاع المكتب بتاعك، سطح العمل بتاعي هو المكتب. اللي يهمك المكتب هو اللي نارته كويسه مش الارض مش الحيطه. ده اللي ايه؟ ده اللي بيهمني. سطح العمل في الممر اللي يهمك ايه؟ من الارض الممر عشان تقدر توصل للمكان بتاعك. سطح العمل في المكان مثلا ميكانيكا روم
ايه الايكويبمنتس او المعدات اللي محطوطه جوه. انا عندي معدات محطوطه جوه، فانا عايز اشتغل بعمل صيانه للمعده دي. عشان اقدر اشتغل اعمل الصيانه بتاعتي لازم اكون في المكان اللي بشتغل في الصيانه فيه. ممكن معده كبيره كلها مقفله من كل حته، بس هي واحده بس اللي بشتغل الصيانه فيها. فعشان اشتغل في الصيانه في الواجهه دي لازم اعمل شيء المكنة او المعدة اللي بشتغل عليها دي، يعني المكان اللي بشتغل فيه في الفرونت والباقي كله ما فيهوش مكان عمل، يبقى هي دي صف العمل ايه بتاعي. برضه من المعلومات الثانيه اللي محتاج ايه اشتغل فيها. هو كويس مش بالك ولا حاسس ان هي رطوبه بصراحه؟ عارف صح؟ حاسس حاجه اقول لي ايه طبعا عشان ما اعرفش انا جاوب دي تاكيد. قول لي السر. يبقى احنا عايزين نعرف النقص اللي بتاعي اللي احنا محتاجينه في المكان ده هو قد ايه. وفي بقى شويه فاكتورز كده بتخش معانا. المعلومات اللي بقولها دي كلها معلومات بنلمها بس عشان نبدا نتحرك بعد كده الخطوه الحركه. الخطوه اللي بعدها اللي بنتكلم عليها دي اللي بيعملها لنا شركه برنامج بتاع الدايركس. يعني المعلومات اللي انت هتاخدها هتدخلها في البرنامج. انا بقول ده كله هيتعدى لك تاني ان ديتيلز. واحنا بنعمل البرنامج بتاع الدايركس هيقول لك الخطوه محتاجه البارامتر دي، فكده محتاج الفلانيه الرسم انا بنسيت ازاي وكل ده هيتعدل في كده بقى في شويه الكيكه هتجيلك تاني وانت بتعمل ايه الدايركس. المهم البارامترز اللي بتبقى موجوده معانا اللي هو النقص اللي زي ما اتفقنا ومعانا شويه فاكتورز داخله معايا في الموضوع. ايه شويه الفاكتورز دي؟ بيقول لك في حاجه اسمها مينتننس فاكتور. ايه هو المينتننس فاكتور اللي بيخش معايا وايه تاثيره وايه هدف تاثيره؟ تاثيره معايا في الاناره انك انت النهارده لما جيت تحط المكان ده ان الاناره فيه 500 لكس وانت عملتها في حسابات وتحط 500 لكس مع الزمن ومع المكان ده المينتنس فاكتور فيه العامل المؤثر فيه الناس اللي بتعمل صيانه في المكان ده سرعه استجابتها للصيانه عامله ازاي. يعني مثلا لو في فندق، سرعه الصيانه سرعه استجابه الصيانه عاليه جدا. اللمبه لو تدش بس تفكر تجيب اللمبه مكانها غيرها. لو في شويه تراب في نفس اليوم تتشال وتنضف الكلام ده كله. لكن لو انت شغال مثلا في منطقه مكاتب بتاع المصنع مكاتب مش عارف بتاع ايه، لا ممكن اللمبه تتحرق وتتساب مثلا بتاع اسبوع محروق ولا حد يعرفها الا ممكن شويه تتحرك حسب بيقولوا ده حسب المكان وحسب الليفل بتاع المكان والصيانه فيه. ده بيبقى الفاكتور معاك. ايه برضه الفاكتور اللي او تاثيره ايه او بدخله بانه صوره؟ بدخله بصوره ان انت لما انت عايز 500 لتر في المكان عايز اكبر قدر ممكن على نسبه دي. بندخل نسبه الفاكتور دي ان لو حصل وصيانه وتراب حصل ولمبه ضعف وي 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 عقبال ما نستجيب للكلام ده كله نحاول نحافظ قدر المستطاع على نسبه شده الاضاءه في المكان. فلما بندخله نسبه اللي هو الفاكتور بتاع المينتنس تقول له مثلا ان هو 0.8. ده معناها ايه؟ انك كانك عملت الديزاين بدل ما هو كانه 500 لكس كانه 500 لكس زائد 2% اللي هي زياده. عاملها زي سبير معاك زياده اللي هي الطرح الواحد من الاوبوينت ايت يعني حاططها معاك زياده عشان لما يحصل ويعدي ربنا يتقرب ويروح يتشال ترجع بقيت تجري تبقى 500 لكس. حد ما يجي يغيروها ترجع تاني بقيت ايه؟ معاك السبير الزياده. اللي بيحدد اللكس دي او نسبه المينتنس فاكتور اللوكيشن نفسه او المكان اللي انت بتقيم بتسيرف عليه وكده. ودي بتبقى بند او فاكتور بتدخله في البرنامج. هو بيكونسيدر الكلام ده. طبعا كل ما قللت او عملت نسبه المينتنس فاكتور دي قليله 0.2 0.5 0.3 كل ما نزلت كل ما هيفكت معاك في ايه؟ هيكبر لك عدد هيكتر لك عدد وحدات الاضاءه هيكبر لك النور اللي انت بتحطها هيزود لك الحاجه اللي بتحطها كانك انت عملتها بزياده. فهل لو هي المينتنس فاكتور دي من ضمن الحاجات المؤثره في عدد الكشافات؟ اه مؤثره في عدد الكشافات لان الكشافات دي اخر ايه؟ الريزلت اللي هتاخد منها. تمام؟ اي حاجات ثانيه مؤثره معايا في المكان؟ بس ساعات بناخدها وساعات ما بنحطهاش. بس هي يعني دي بتبقى ليها تاثير بطريقه غير مباشره. انعكاس الضوء في المكان نفسه. يعني لو المكان نفسه كفرش وكاناره وارضيه وكحيطان غامق بيحصل اللي بياخد الاضاءه بيعمل فيها بياخدها بيمتصها ما بيعملهاش ريفليكشن. يعني لو المكان مستواه اقل
كان مستواه اقل يجي يكسب، انا مش بدي له وقت اكتر، مش هو مستواه اقل فانا بقدمه بدون وقت اكتر، بس مش كده. بس الوقت ده من نسبه المينتنس قليله، ده اللي يحصل في المكان ده، يحصل فيه ان اللمبه واثنين وثلاثه يتحرقوا ومحدش يعبرهم. ده اللي حصل 500 بقى بكام؟ بقى 300، او بتعمل 500 بالظبط، بقى 300. لكن انت عايز توصل لاكبر قدر ممكن من الوقت ب 500. طب بتخلي ال 500 دي بيعمل ايه؟ تضطر تزودها، هتخليك كانها 500 كانها 600 بحيث لما المواد الكتير تتحرق ترجع ب 500 تاني. عشان كده فعلا لما بتبقى قليله بتزود فعلا. دي فكره مشكله داخل معاك المساحه سبيسي اللي بتغطيها. مفيش حاجه اسمها الباور بتاع اللمبه هيديك لقصه قد كذا. كل كشاف لوحده ليه زي كيرف كده، هو بيقول لك انه بيطلع الاناره قد ايه، وحتى كل كشاف يعني لو انت قلت احنا واقفين مكان تحت الكشاف ده في مقاس عليه جدا. ارجع شويه اللي وهكذا. طب ليه هنعمل ايه؟ نحط كشاف تاني عشان يبدا ايه؟ اه تبدا تلاقي كده هو منطق عامل. طب المسافه بين الكشافين بنعملها ازاي؟ عشان تبقى حته في النص دي ما فيهاش مشاكل. كل اللي بيعمله ده مين؟ كلنا. دي لسه هقول لك برضه الحته الثانيه المؤثره على الموضوع. طيب المكان نفسه، المكان نفسه فيه الريفليكشن بتاع الاضاءه بتاعته او الفينشنج اللي موجود في المكان نفسه مؤثر معايا في شده الاضاءه. اه مؤثر. لو دمت الحوائط كلها غامقه والارضيه مكت هتلاقي النار على طول بتخش ايه؟ بتمتص، ما بتتعجزش، ما بتصيرش فيها انعكاس. لو الحوائط كلها بيضاء والارضيه مش عارف رخام او سيراميك ابيض تلاقي المكان مبهج شويه، او معنى اصح بلغه العماره بيحصل ريفليكشن للاشعاع. فبيحصل ريفليكشن تلاقي شده الاضاءه بتبدا تزيد معاك. فالاتموسفير بتاع المكان نفسه مؤثر في شده الاضاءه. اه مؤثر في شده الاضاءه، حتى من ضمن الفاكتورز اللي بتخش للوول ريفليكشن يعني نسبه انعكاس الحوائط نفسها الفاكتور تخش معانا دي في الحساب. ايه تاني برضو يهمني وانا شغال؟ طيب انا عموما عايز احقق 500 لقس. طب انا عندي لو حطيت كشاف كده فعلا وقفت تحت فيها كده حققت 500 لقس، هل انا كده خلاص نجحت في الموضوع؟ لا، انا عايز 500 لقس وفي هوموجينيس دي لتوزيع الاضاءه في المكان. طبعا اسف ان المكان احنا فيه ده كان مفيش اي هوموجينيس خالص. ليه؟ تلاقي نقطه قويه جدا جدا ونقطه غامقه جدا سوداء كده، ايه الاناره مش قد بعض. لازم لما تخش المكان ما تشوفش اي بقع سوداء المكان، لازم تبقى الاناره ايه؟ طول ما انت داخل عينك على طول ماشي داخل المكان، المكان النقطه 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 مش حاسه باي فرق في ايه؟ في شده الاضاءه بتاعتك. ولكن طبعا هتلاقي في حتت ضد ما نهتمش بيها قوي اللي هي بتسميها رول زون. وول زون دي المنطقه اللي هي عند الحيطه بالظبط، دي عاده ما بيبقاش فيها اي خدمات او مش ههتم بيها. انا مثلا لازم تبقى عندها جوده الاضاءه كذا من ال 500 بتاعتي، ممكن تبقى اقل شويه. حتى عشان البرنامج لما بيطلع لك بيطلع لك ايه؟ بيقول لك الماكسيمم لقس اللي انت خدته كذا، المينيمم لقس اللي انت خدته كذا، الافريج. احنا شغلنا كله على افريج متوسط الاناره في المكان قد كذا، الايموجينيس بتاعه التوزيع بتاع الاناره بيقول لك قد كذا. الرقمين دول هم اللي هنشتغل عليهم فين؟ في البرنامج بتاع الدايلكس التاني. فدي شويه بارامترز احنا بنتحرك على اساسها عشان ادخلها في البرنامج يطلع لي الريزلت. انا بقى عايز الريزلت دي عشان ابدا ايه؟ اكمل بعدها الخطوه اللي بعدها. البرنامج عامل لي الكام ده من اللي هتاخدوه مع البرنامج. خرج قال لي ايه؟ قال لي الاوضه الفلانيه عايزه قد ايه؟ عايزه كشاف 2 3 4. طبعا احنا مين بنشتغل في شغلنا احنا الكشافات، مش كل شغلنا عباره عن ايه؟ دي الكشافات النيوم. وحاليا بدانا نخش ونعمل تصميماتنا بكشافات الليد. هي البلاطات اللي في كشافات زي كده ليد. بيسموها بالانس. بقى هي الوضع الجديد النهارده نعمل الديزاين بكشافات الليد. لكن ما بنروحش نعمل الديزاين بتاعنا بسبوتات هالوجين، ما بنروحش نعملها بسبوتات مش عارف ايه كان ديزل، ما بنعملش الكلام ده، مش فاهم. كل الديزاين بتاعنا ككهرباء بيبقى كشافات نيون، يا اما الكشافات الجديد بقى هو ايه؟ كشافات الليد بتاعنا. فبنعمل سيلكشن لكام موديل؟ هتعرف ازاي نعمل السيلكشن دوت من خلال البرنامج او من خلال الكتالوج الخارجي بتاعك اللي دخله عليه، وحدد انا عايز الكشاف الفلاني ايه؟ كان حاجه كبيره كده او هو 60 في 60 الطبيعي بتاعنا في الاربع لونات او الكلام ده ايه؟ كل لون 18 واط اللي هي الكلام اللي هنقوله ده اللي بنحط له ايه؟ انا محتاج الكشاف الفلاني هو ده اللي هتشتغل لي عليه. او هو تقول له انت البرنامج تقدر تقول له بروبوز انت الحاجه اللي انت عايز تقول لي عليها. انت بتبروبوز ايه؟ دي موجوده ودي موجوده. المهم في النهايه في الرسم الثاني هو دي الكشافات اللي بشتغل عليها، هي النيون 60 في 60 او النيون الطويل، هو النيون. خلاص هو بعد كده بيحدد لي يقول لي ايه؟ خلاص انت محتاج في المكان ده كشاف 2 4 6. طبعا العدد دايما بيبقى ايه؟ زاويه الغالبيه اللي هي ايه؟ عايز الموضوع متساوي. بعد ما بيحددهم لي ببدا اعمل له اكسبورت من هناك واخدهم على فين؟ على الاوتوكاد بتاعي عشان ابدا اكمل الخطوات اللي بعد كده. يبقى هي اول مرحله محتاج اعملها ان انا اعمل ايه؟ محدد كل مكان فيه كام وحده اناره هشتغل على اساسها. خلاص
طبعا المفروض انا خلاص الانبوت اللي انا كنت كاني عشان الديزاينر بتاع اللايتنج حتى دوت زميل ليا هو اللي بيشتغل على الدايلكس، انا راجع انا بشتغل في الديزاين بتاعي مستني معلومتين بتوعي ولا زي ما هم ولا لا، وحده الاضاءه قد ايه وعددهم ومكانهم قد ايه بتاع الدايلكس ادهم لي، يعني كان لو انا عامل محاوله كان طلعوا لي الريزلتس بتاعتي الكشاف فهمه قد ايه ومكانه فين، ادي المعلومتين بتوعي اللي انا برضه هبدا اخدهم واكمل ايه بعدهم او على اساسهم المعلومات الثانيه. الكلام ده هتلاقيه في الشارت الموجوده دي بالفاكتورز بيل في حاجات جزء بتاعي انا اللي بشتغل عليه وجزء ثاني هتلاقيه له علاقه بايه بالمعماري هو كمان بيكمل ايه معايا يعني. فانا سريع كده على الحاجات اللي احنا عندنا في النتورك في اي مبنى في ثلاث انواع نتورك موجوده معايا، هي بتدي ريليبيليتي او تدي ريدندنسي عاليه في المكان قدر ممكن قدر الامكان الكهرباء ما تبقاش قاطعه في بعض الاحمال المهمه. عندنا بنعمل نتورك اسمها نورمال، بنعمل نتورك اسمها ايمرجنسي، بنعمل نتورك اسمها يو بي اس. هنا بريف سريع على كل الديتيلز، فده البريف بتاعها مبدئيا. لما بقول لك كلمه ايمرجنسي انت فاهم انا بتكلم فيه. بتكلم في نتورك متغذيه من نورمال ثم من الجنريتور. ولا يو بي اس نورمال ثم جنريتور ثم يو بي اس، انت فاهم انا بتكلم في انهي زونه لما اقول لك امرجنسي او يو بي اس. ففي اللايتنج بيبقى عندنا الامرجنسي، الامرجنسي دي من الحاجات المانداتوري اللي هي مصر تكون موجوده في الديزاين بتاع المكان، يعني ما ينفعش تعمل ديزاين لمكان من غير ما تبقى عامل فيه امرجنسي لايتنج. يعني ممكن اعمل ديزاين لمكان مش عامل فيه امرجنسي سوكت، مش فاهم اهميه السوكت بيزد على اهميه الاوبريتور وعايز فيه قد ايه، عنده احمال مهمه تبقى على الامرجنسي وهو مش فارق معاه الكهرباء لو قطعت مش فارق معاه كل الحاجات بتوعه، مش مؤثره معاه او مش محتاجها ضروري جدا في حاله قطع الكهرباء. في اماكن فيها بس اقول لك ما هياش مندوب، لكن اللي يتمص اللايف اللايف ده هو عايز مش عايز غلط معاه عايز يكون موجود. ليه؟ عندي علاقه باللايف سيفتي. كلمه اللايف سيفتي دي هتسمعوها كتير في المشاريع عندنا، ان من ضمن اهتماماتنا الرئيسيه اللايف سيفتي لما يحصل مشكله في مكان ابقى عامل حسابي للسيستم الفلاني او الكلام الفلاني مامنه الناس اللي في المكان ده تقدر تطلع المكان ده امنين من غير ما يحصل لهم مشكله. بتبعيات الموضوع كله من اهم تبعيات الايه؟ النار. ان لو الكهرباء قطعت الدنيا اتحلت الناس مش هتطلع، هتقعدوا تخبطوا في بعض ويعملوا مشكله. مشكله رهيبه في حالات الفاير. في حالات الفاير ساعات بيوصلوا لمرحله من مراحل الفاير ان الكهرباء تتفصل عن جزئيه كبيره من المكان. لما تتفصل الكهرباء من دول يقطع الناس دي خلاص راحت. مشكله الحريق بالذات مشاكله مش من الحريق نفسه لا قدر الله طبعا، يعني الناس ما بتموتش من الحريقه نفسها، الناس بتموت من التخبط والهرجله اللي بتحصل ومن الدخان. هم دول تركيزنا الرئيسي ان احنا نسلكهم ونخليهم كلير قدر المستطاع لحد ما ايه؟ نهرب الناس من المبنى. ولو قدرنا نلحق بقى المنشاه او الجزء المادي من المنشاه بنلحق. بس الاساس اللي نخرج مين؟ هو اللايف سيفتي التارجت بتاع اللايف سيفتي. من ضمن مهمات التارجت اللايف سيفتي في الاناره انك تحط وحدات اناره ايمرجنسي. مقصود بيها ايمرجنسي ايه؟ وحدات اناره شغاله في المكان بقدر المستطاع لاكبر قدر ممكن لحد ما فاضي المكان. التارجت بتاعي فين؟ في كل السبيسز هي بتبقى حوالي تقريبا من 25 30% من نار المشروع. هدفها ايه؟ انها تفضي مكان، يعني مثلا عليه في مكان زي ده فيها مثلا لو كان المفروش طبيعي بتاع مثلا في 10 كشافات. مش محتاجه اخلي 10 كشافات على الامرجنسي ولا حتى خمسه منها. يعني حتى لو خدت انت لو بتنور بدون موبايل بتشوف تقدر تطلع وتمشي المكان. فاحنا محتاجين شده اناره ضعيفه جدا. شده اناره في حاله الامرجنسي لو عايز تشرح ما نحسبهاش بناخدها بالسنس زي ما بيقولوا، لكن هي هدفها بتاع عايزه 1 لوكس على الارض. هو ماكس في الارض انت ماسك موبايل هنا هيجي نور الاتصال دي كلها. تخيل الموبايل عادي. فانا بعمل قاعه زي كده لما كان بعمل ايه؟ بخلي فيها كشافه او كشافين. ضمنت ان القاعه دي بقت منوره كويس لحد ما ايه؟ ما اخرج بس منها. خرجت منها لقيت ممر قدامي، الاقي الممر ده موصله منور لحد ما وصلني للسلم. طبعا برضه مش عايز النهارده كامله ولا نصها، النهارده اعرف اوصل بقى للسلم. تخيل بس كل اربع كشافات تخلي كشافه ايه؟ بحيث يقدر يوصلني لحد السلم. مجرد ما عند السلم النهارده السلم كله بيعمل ايمرجنسي مشترك. لا كل بطه في الكشاف كلها مش مستاهل. خلي ايه؟ نقطه السلم كلها امرجنسي بحيث ايه؟ تهربني مره واحده. ده الكونسبت الرئيسي بتاعي وانا بعمل سيلكشن
الكشافات الامرجنسي اللي انا بشتغل على اساسها. الكشافات الامرجنسي بتاعتي لازم اخلي في كل سبيس حط حاجه. طب انت عندك اوضه هتختار كشافين، ادي هتعمل ايه؟ تختار الكشاف اللي فوق الباب عشان ده اللي هيوديك عليه، وكشاف فوق من بعيد. ما لهاش ريفرنس او مقياس ولا لازم منين كشاف وكشاف يعمل كشاف، مفيش. الهدف فيها انك تخلي وقت النوع ده. المكان ده مش هيموجينيس خالص، بس بيديك اداره للسبيس كله. طبعا عايز تعملها حسابات تعملها في الوقت ده. خلي تحط على دايلاكس نفس الاوضه، بس خلي اختار الكشافين دول وسقطهم، خليهم لما تيجي مره وخلي تسيب لك اكيد هتطلع في مره بس. توصل ممكن توصل 10 لاكس 20 لاكس 30 لاكس اكتر من كده بكتير. بس تقول لك ايه؟ ما تسريع عن الموضوع تختار الوضعيه، اوضه كبيره زي كده لو كبيره خد فيها كشافين، اوضه واحده صغيره خد الكشاف اقرب كشاف للباب، بحيث ايه؟ هو ده قاعد ايه؟ عايز اول حاجه تبص على فين الباب اهو، ده هو ايه؟ طالع. ان اديشن في القصه دي بيبقى في عندنا في جوه الكشافات بتاعت الامرجنسي حاجه اسمها الاكزيت ساينز. ايه هي الاكزيت ساينز دي؟ انا هتقول انتم بتشوفوها في حتت كتيره جدا في العالم، الاكزيت هنا اكزيت يمين اكزيت شمال، بتبقى في المولات وفي الفنادق في الحاجات اللي هي المستشفيات، دايما تلاقي فوق الباب اللي بتاع مكتوب عندك اكزيت من هنا اكزيت من هنا. هدف الاكزيت ساين دي ايه؟ لو انت طالع في مكان فيه بيبان كتيره جدا مش عارف تقول مين دول هيخرجك، واحد ممكن يدخلك غرفه ثانيه، في واحد ممكن ينزلك مش عارف على فين. لا، فتلاقي انه بيحط علامات الاكزيت ساين فين؟ على اماكن المسار الهروب. تقول لي طب انا اللي هعملها ديت ولا مين اللي بيعملها؟ لا، اللي بيحدد اماكن الاكزيت ساين المهندس بتاع المعماري المسؤول عن اللايف سيفتي. ليه؟ لان هو عامل حسابه ان الباب ده اللي هيهربه مش الباب ده. الباب ده هو اللي اسرع من ده. هم عندهم خطه او بلان للاكزيت. ليه؟ الممر بتاعي ده انا شايفهم بقى بنوع الممر خلاص، طب عرض الممر ده بيعمله قد ايه؟ وبيعمله هو التفاصيل هو. فحتى اللايف سيفتي هعمل ايفاكويشن لكام من بني ادم من هنا 20 30 اللي موجودين في الحاجات دي كلها، بخلي عرض الممر كذا، عرض السلم كذا. المهم هو بيعمل حاجته المعماريه اللي ماليش دعوه بيها، بس بيعرفني انا المسار الهروب بتاعي كذا 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 كذا. ببدا نحط ايه؟ اكزيت سايد ومسار الهروب. الاساسي القاعده الاساسيه حتى الجماعه بتوع الدفاع المدني بيجوا يستلموا مشروع مننا ويديك تصريح انك تفتح. من اهم الحاجات اللي تبص عليها موضوع الايه؟ علامات الهروب. طول ما واقف في اي حته فيك يا مشروع يضرب بعينه لازم الاقي علامات هروب. ما ينفعش تقف في حته وعينك ما تجيش على عليها اكزيت سايد دي، ما ينفعش. اي حته شوف حتى لو بعيد. ساعات بنعمل مسافه بيت الساين توصل 30 متر 40 متر ما فيش مشكله، بس اهم حاجه انك تشوف ما يبقاش في اي عائق ليها، ما يبقاش تبقى واقف في اي زون. انت عارف لو حصل وانت هنا حصل لك حريق في ليك انذار حريق بيحصل، اعمل ايه؟ تضرب عينك على طول اكزيت اهي حاجه متجه ليها. ان اديشن بقى لما عمل مسافه الهروب ده بيجي دور انا بقى في الايه؟ في الامرجنسي لايت. ان انا هو حدد اكزيت ايه؟ الاكزيت ساينز دي ابدا اركز بقى معاه. برضه تقف في اي زون لما تعمل اي حساب ان الكهرباء قطعت يحصل ايه؟ لازم الاقي الممر ده يكون فيه لمبه او لمبتين او ايا كان عدد مسار الممر، احدد فيه شويه لمبه واوصلهم على دايره الامرجنسي. اوصلهم على دايره او اخليهم امرجنسي لايتنج عندي. خلاص؟ يبقى هو ده اللي انا ببص عليه في حاله الامرجنسي. انا عايز احدد كشافات الامرجنسي في المسارات اللي بتحرك فيها عشان تقدر ايه؟ انت اللي تعملها ديزاين، خلي دي على دوائر الامرجنسي وخلي دي على دوائر نورمال، بحيث لما يجي الكهرباء تقطع كل النورمال هيطفي ويفضل مين المنور عندي؟ الامرجنسي بتاعي. عشان اقدر اقرب من الباب. ده مفهوم الامرجنسي. اي سيستم زي ما اتفقنا من شويه شرحناه، النورم ده الاساس وكله طالع داخل من تحتيه. يعني حتى الكهرباء الطبيعيه كله بيحصل ايه؟ ده شغال من ده من النورم، يبقى النورم عامل ايه؟ بيشغل كله. ده في حاله طبيعيه. طب النورم هو يعني يبقى قلب مين؟ الامرجنسي ده شغال. صح 100%. بس عشان توصل للتارجت دي هتعملها ازاي؟ انك تبقى محدد الكشافات دي هي اللي على الامبرجنس. ليه؟ عشان الدايره بتاعتها تبقى دايره دي غير دايره دي. انا مش عارف يعني دايره دايره دي غير دايره دي، فسلك ده غير سلك ده، توصيل ده على اللوحه دي غير لوحه دي. فانت لما سلكت مين في دول انا ناوي اخليه امبرجنس ومين ناوي اخليه نورمال؟ لا خلي ده حتى توضحها وعليها مثلا مكتوب على سكن ده اهو بارد معاك ماشي؟ انا بوصفها لك باعتبارك الاساسي دلوقتي. انت كل اللي عملته ايه؟ خدت من الدايلكس حطيت فين؟ على الشغل بتاعك. بعد ما تعمل كده بتعمل ايه؟ بتعمل سيليكت. انا واخد الكشاف ده امرجنسي والكشاف ده امرجنسي الكشاف ده امرجنسي الكشاف ده امرجنسي. اعمل الخطوه دي خطوه لما انا هوضح لك بقى هعمل ايه بعد كده. خلاص؟ ايه الاديشن عملنا موضوع الاكزيت ساين؟ الموضوع الاكزيت ساين بقى كمان احتياطين زياده بقى بنعمل ايه؟ مش مجرد وصلناها للامرجنسي، لا ده وصلناها للامرجنسي وبنحط فيه بطاريات زياده بقى على المطلوب.
ليه؟ حسب مثلا زي ما اتفقنا المقاله عقبال ما الجنريتور بيقوم وبيفصل او بلاش الجنريتور بيقوم وبيفصل الجنريتور نفسه ولع. عندك فيه حريقه في المبنى مش عارف ايه اللي ممكن يحصل. فالجنريتور ما اشتغلش ما قامش ايا كان التبعيات. مش انت مش عايز تحط اي فرد او اي امكانيه ان المكان ده يتطفي. فبنعمل ايه؟ بنوصل الشفات الامرجنسي دي على بطاريات. ما قلتش على يو بي اس. احنا مختلف تماما. البطاريات حاجه واليو بي اس حاجه، حاله الامرجنسي لايت. ليه؟ اليو بي اس كيو بي اس مش مجرد ان هو بطاريات بتغذي لي لود وخلاص وخلصت، لا. اليو بي اس من ضمنه بيعمل وظائف كتيره جدا جدا، من ضمنها بيعمل فولتج ريجيشن. يعني بمعنى صح بيحسن الكهرباء اللي داخله بتاع اللي داخله منها ومن خارجه منها. لو في مشاكل في الكهرباء بتاعتك الساينسويد اللي فاتت او الويب بتاعتك فيها مشكله او فيها ديستورشن بيخليها كلير تماما. المهم الكهرباء اللي داخله اليو بي اس غير اللي خارجه منها، خارجه منها كهرباء كتير نظيفه بحيث انك تطلع كهرباء ايه؟ 100 فولت و10. ليه؟ عشان تروح تشغل ايه؟ تروح تشغل معدات حساسه، تروح تشغل اي تي يو سيرفر مش عارف ايه الحاجات دي كلها. لكن في الاناره فارق معاك الكلام ده؟ مش فارق. عايز توصل الاناره اليو بي اس وصلت مش غلط تكنيكال ولكن الكوست رهيب. اليو بي اس ده من الحاجات الغاليه جدا. الحاجات الغاليه جدا. الحاجه الثانيه في الامرجنسي لايتنج انا مش عايز بقى الموضوع يستمر ربع ساعه ويفصل، مش الكلام ده. الامرجنسي لايتنج تارجتين ان الكشاف يشتغل معاك ثلاث ساعات. يفضل شغال ثلاث ساعات متوسط، اي حاجه لايف سيفتي تشتغل من ساعتين الى ثلاث ساعات. ده التارجت بتاعي وانا بعملها ديزاين وانا بشتريها او هم اصلا هم بيصنعوها، اي حاجه بحطها تحت بند اللايف سيفتي بتبقى شغاله من ساعتين الى ثلاث ساعات تقدر تقوم. فهو بيحتاج يعمل ايه؟ يركب بطاريات تركب في الكشاف تقدر تقعد معاها ثلاث ساعات. تاخد الكشافات انت بتحسوها في الكشاف اللي بيطلع تروح تيجي بتحط الكشاف اللي هو الطوارئ زي الكشاف الطوارئ تشتري من الكهرباء عادي. لما الكهرباء بتطلع بينور لوحده حاجه مش معضله يعني. هي نفس الفكره بس بتبقى الطريقه ايه؟ منتشره شويه، نوع البطاريه مختلف شويه، لايف تايم بتاعه اعلى شويه، تقعد معاك بيغطي معاك وقت اعلى شويه. خلاص؟ فدي فكره ايه؟ الامرجنسي لايتنج. ونحط جوه مين؟ موضوع الباك اب باتري. يبقى جوه ايه؟ جوه الكشاف. طيب برضه معلومه ليكم جنرالي كده ما هياش مستخدمه كتير. موضوع البطاريات دوت لما جه واستخدمناه و و و بقينا نواجه مشاكل في ارض الواقع. اي بطاريه في الدنيا ليها لايف تايم وبتموت بعد كده. ايا كانت بقى شغاله حلو وتمتاز مفيش بطاريه تقدر تعيش بيها الحياه. فاللايف تايم بتاع البطاريات اللي بتركب في الكشافات اللي هي انظف حاجه فيك هي دي خمس سنين. خمس سنين ولازم تغيرها. ملهاش حل تاني خالص. طيب هيعملوا ايه؟ مشروع ضخم مهول تعمل فيه سيليكشن مثلا للكشافات بتوصل لحوالي 4000 كشاف. هتيجي بعد خمس سنين توقف عندنا صيانه تقعد تلف لك على كشاف تغير طريقه المشروع صعبه جدا وفيها مشكله. فلما لقوها ان فعلا مش بكده مش عندنا في مصر بس على مستوى العالم. بيجي بعد الفترات اللي هي المشروع بيقعد شويه وخلاص بدات تبقى باظت باظت والمشروع مش خلاص ساكت المفروض. ولما يجي يحصل فعلا مشكله ايه اللي بيحصل؟ الكهرباء بتقطع الكشاف بتشتغلش. طيب انت عامل حاجه امرجنسي مكلفه تكلفه رهيبه عشان في حاله الطوارئ تلاقيها. ولما يحصل طوارئ ما تلاقيهاش ايه النتيجه؟ كل المصاريف دي في الزباله ولا عارف تبيعها. فبداوا يفكروا ويبدعوا هنعمل ايه عشان نسهل الموضوع ده؟ فاخترعوا سيستم اسمه سنترال باتري سيستم. سنترال باتري سيستم. ده سيستم بقى يستخدم او يتعمل مؤخرا نفس فكره اليو بي اس. هو نفس الفكره انك عندك بنحط حاطط يو بي اس وطالع منه لوحات ودوائر بتغذي شويه معدات اي تي رومز وحاجات دي كلها خارجه منها انها نفس يو بي اس. بدل ما تبقى يو بي اس عملوه في صوره سنترال باتري. سنترال باتري بيعمل ايه؟ نفس الوظيفه بس لا ما بيهتمش بقى بتحسين الكهرباء العاليه وما بيهتمش مش عارف بيعمل ايه ويعمل انسيليشن ما بين الكهرباء قبل وبعد المنور المنور في الاخر مش فارق معاه كتير. وبطاريات جنبه بقى اخترعها شويه عشان تقدر تشيل ايه؟ ثلاث ساعات اللي احنا اتكلمنا ايه؟ اللي احنا اتكلمنا عنها. ده ايه؟ فور انفورميشن يعني حاجه اسمها سنترال باتري. اسم جديد موجود زيه زي اليو بي اس بس ده وظيفته مع الاناره واليو بي اس وظيفته مع مين؟ مع خارج الكهرباء. اكويبمنت يعني وده اليو بي اس نفس اليو بي اس بالظبط بس يعني اليو بي اس في كود كتيره جوه وشويه تكنولوجي كتيره ايا كان ما كل مصنع عملها بطريقته انه بيحسن الفولت بتاعه بيعمل انسيليشن للكاونت بتاعتك بيعمل حاجات كتيره جدا فلتريشن بيقلل هرمونيك اللي خارجه منه حاجات كتيره جدا بيعملها عشان يغذي هو نفس الفكره بس مبصرين بقى كل الكركعه دي ومخليينه بس ايه كهرباء تخش تحول اي سي بي سي لتشحن البطاريات وقال لو الكهرباء ضاعت تطلع البي سي ده ايه؟ يطلع يغذي الكشاف. فعمل لك كمبيوتر وكمبيوتر. هي هيحولك من اي سي بي سي ودي سي بي سي. كواحد جرب جلاب عادي جدا بتصعد الكشاف ممكن انا مصنع لمصنع
لكن في النهايه عباره عن زي بانل كبيره كده جواها شويه كروت الكترونيه كتيره، وخارج كده جنبها على طول فصيله تقليديه غير كتيره دول مقبلات بس تصليمها بعض بطريقه معينه، وخارج بقى حاجه وداخل له الكابل وخارج منه الكابل. الكابل اللي بيغذيه حتى الكهرباء عاديه، وخارج منه الكابل اللي بيغذي ايه؟ الحاجه اللي خارج منه شكل نفس الاخر ما يكون فيه تك خلاص. ايه نوع تاني عندنا؟ عندنا هو الاكسترنال مايكرو، ولا الاكسترنال مايكنج او الفازات مايكنج او العمارات الخارجيه. في عندنا اناره الشوارع، لو عندنا كومباوند ولا حاجه الطريق اللي موجوده كله ليه اناره، ان شاء الله هناخدها في الدايركس اللي بيعمل اناره الشوارع بتاعتي. وعندنا في لاند سكيب نفسه بقى برضه كومباوند شارع جنينه لاند سكيب، من الحاجات المهمه جدا بتبقى موجوده كتير. وطبعا اللي بيحددها اكتر بشارع برضه المعماري هو اللي بيحدد الكشافات اللي بتتحط فيه، لانه هذا الكشاف بتاعه مش بينور المكان حركه، لا بينوره ديكور، ينور الشجره الفلانيه، ينور بوكي الورد الفلاني، يخلي التكتشر كده موجود في الايه؟ في الاضاءه الخارجيه بتاعته عشان يحركها. فدي اللي بيبقى مسؤول عنها مين؟ الراجل بتاع مين؟ بتاع المعماري. هي والفساد، الفساد هي اناره الواجهات. الواجهه بتاعت العماره هي واجهات مباني كبيره، وبتيجي بالليل لان المبنى منور بطريقه او باخرى، اما عامل لك حزام باين مدور، عامل لك ستريت لايت، عامل ايه؟ يبقى كشافات او مرات بقى بتجنب نفس المكون كله. برضه في النهايه انا مش فارق معايا، لان انت مش بتنور عشان وظيفه، بتنور عشان شكل. اول ما تبقى وظيفتي النور شكل يبقى مش بتاعتي. بس اقول لكم في نقطه كده، فلما اجي اعرف مشروع عندي انا في عندنا فساد او في لاند سكيب يا معماري هات لي الكشاف بحاجه.